مهما كان بينها وما بين الشمس حاجة، تلقى في الشدة الرجال زي الغلال يعدلوا الحال اللي ماله ما كانش عاجب. كل يوم بيعدي والحد السعادي، التاريخ يكتب حكاية من بلادي، فيها أب مسلم الراية الولاد، فيها أم الدعوة بتهد الأعادي، فيها ابن بيترمي في حضن المخاطر، فيها بنت بيتعب اللي زعلها خاطر، فيها عرض تربها متقدر بغالي، ليها ماضي وليها مستقبل وحاضر، فيها ابن بيترمي في حضن المخاطر، لما بال الخوانة لما وصوتوا جمع المساجد سبحت فيها الملايكة، والكنايس منطفش جواها شمع.